سوق العمل بيخرج لحضرتك من الجامعات مثلا المتخصصة في السياحة وفي الإعلام ألوان مختلفة. عندي سؤال مركب يعني، أولا الأعداد تأثرت سلبا أو إيجابا؟ يعني بقى في إقبال على كلية سياحة وفنادق زي زمان؟ أنتوا محتاجين عمالة بنفس القدر بتاع من 10 أو 20 سنة فاتت؟ والسؤال الثاني، إيه تحدي الجودة؟ بيخرج لحضرتك في سوق العمل ناس فهمة الصناعة ولا لسه محتاجة تتعلم لسه شوية كتير؟ كانت الوزارة عاملة من حوالي أسبوعين بتناقش نفس التوبيك، هل المقررات الموجودة في كليات سياحة وفنادق على كل سياحة وفنادق الفيوم الحلوان كل الجامعات والمعاهد الخاصة اللي هي بتخدم سوق الفندقة أو السياحة بشكل عام، هل المناهج اللي موجودة متطورة بشكل إن هو لما أنا أخد خريج يجي عند الشركة هيشتغل؟ لا مش هيشتغل. المناهج إلى حد كبير ملهاش علاقة بالمهنة وأدواتها في الوقت الحالي. الدولة بتحاول إن هي تؤدبت من خلال القطاع الخاص، إن هي تؤدبت المناهج التعليمية بحيث إن يبقى فيها جزء يمتد إلى 70% عملي و30% نظري عشان تقدر تطلعي خريج يشتغل على طول ويبقى جاهز. هل خريج سياحة وفنادق بيشتغلوا في السياحة؟ لا مش عايز. لا مش عايز، لأن خلاص ابتدت السياحة تبقى مهنة فراجايل، مهنة هشة جدا، بتخضع لمؤثرات كتيرة جدا عالمية اقتصادية بيئية. أي إشاعة في الدنيا بتمنع الناس على أنهم يسافروا من نقطة لنقطة، لا أنا هقعد مش هسافر أنا هستنى وهكذا. فابتدى الناس تحس أنها مهنة غير مستقرة ومهنة ما تقدريش تبني عليها كارير، ولا انك تقدري عشان انا هحوش عشان اتجوز عشان اعمل اسرة وانا بشتغل في السياحة. فابتدت السياحة مع الاسف غير الناس بقى اللي هم خلاص بقى لهم فترة طويلة وبي هاف تو كونتينيو الكارير بتاعهم. بس لا، الناس الكتيرة ابتدت، حتى في ناس في خلال الكوفيد الفترة اللي فاتت عملوا ما يسمى كارير شيفت وغيروا الكارير بتاعهم من مهنة لمهنة تانية خالص. فهل السياحة بقت مهنة بتشجع الناس انها تشتغل فيها؟ مع الاسف لا، بدليل اللي بيحصل في العالم كله، بقت مهنة على كف عفريت. مفيش طريقة من طرق الاستدامة تحقق الاستدامة للقطاع ده؟ طبعا في حاجات كتيرة شغالين، الدولة شغالة عليها فيما يتعلق بالاهتمام باللوكال كوميونيتيز، ان احنا الهدف ان احنا نفيد الناس اللي احنا بنتواجد معهم. لو احنا رحنا سيوة، لو احنا رحنا مناطق في الساحل الشمالي، لو احنا رحنا مناطق في الظهير الغربي او الشرقي للبلد، لازم تفيدي اللوكال كوميونيتيز. بمعنى ان اي مشروع هيتعمل في منطقه اهل المنطقه يستفيدوا منه قبل الناس اللي بتيجي من بره عشان تشتغل فيه، بل بالعكس ان من قوانين ده اصلا بيعزز الانتماء يعني. طيب اكيد، وكمان بيخلي الناس تدافع عن المنتج. موضوع التنسيق وان انت بالدرجات بيحدد لك الكليات الاكثر اقبالا او الاكثر اللي بتاخد درجات عاليه فبتقدر ان انت تخش، لكن معظم الناس بغرض الحصول على مؤهل عالي. بس زمان كانت السياحه والفنادق دي حاجه من كليات القمه والمطلوبه عشان كان في انترفيو. دلوقتي الانترفيو الى حد كبير محتاج اعاده نظر. انا بقولش ان هو مش موجود، بس محتاج اعاده نظر كتير، لان الجانب النفسي مهمل، الانطباعات الشخصيه، الكاريزما، التالنتس، كل دي حاجات لازم تبقى موجوده، لانك بتقدمي خدمه لشخص. طب مش بيبيع منتج بالظبط، مش بيبيعي مثلا صندوق موسيقى او آلة موسيقية او موبايل. المنتج هو الخدمة، بتقدمي خدمة غير مرئية بتقنعي بيها شخص ان هو فعلا لما هيدفع الفلوس هيسافر بعد فترة ويتحقق نفس الكلام اللي انا قلته. فلازم اتليست يبقى في احساس بالصدق، في احساس ان الراجل ده بيتكلم صح، فاهم المنتج. فهي ليها علاقه بالتكوين الشخصيه نفسه. ناس كتيره هتخش هناك عشان هي شاطره وحفظت وجاوبت كويس، فبقى عندها عدد كبير من الدرجات اهلها انها تخش كليه من كليات القمه. طيب كم خريج من كليات القمه اشتغل في نفس المجال بتاعه؟ لا. عشان كده احنا بندعم ده في كل المجالات، بندعم الفوكال تريننج التعليم الفني والتدريب، بحيث ان هو الجزء العملي انا بقول ان هو يبقى 80% النظري 20%، لان هو ده كل الجزء العملي.